أتباع أولئك. من الذي هجم على دار علي وفاطمة صلوات الله عليهم وأحرق البيت بالنار؟ هذا مو إرهاب؟ من الذي قتل مالك ابن نويرة لأنه رفض أن يخضع للحكومة القائمة؟ قال النبي عين أمير المؤمنين، أنا ما أدفع زكاتي له. ذهبوا قتلوا خالد، زنى بزوجته وجعل رأسه أثفية للقدر. هذا مو إرهاب؟ إرهاب يعني شنو؟